بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. كيف حالكم أحبتي إخواني وأخواتي في كل مكان؟ سوف أتكلم في هذا اللقاء عن موضوع البرمجة الصحيحة لحياتنا. للأسف الكثير منا يعيش حياة وتجارب سلبية جدا جدا، وذلك لأنه أصبح يتلقى المعلومات ويتلقى المواعظ وكأنه آلة بدون أي تحرك للمشاعر، بدون أن يتعظ من التجارب السابقة. حتى لو قلت للواحد، يعني واحد مثلا بيدخن، قول له الدخان مثلا بيضر بصحتك، الدخان مش مفيد، الدخان بضر بالآخرين اللي حواليك، في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، في كتير أمور سلبية للتدخين. صار يسمع الكلام يقول لك آه والله صح، كلام مزبوط، بس يا أخي مش قادر أتركه. فصارنا إحنا عبارة عن مبرمجين برمجة سلبية. حتى الطالب في المدرسة بتقول له يا أخي عشان تتفوق، عشان تنجح لازم تدرس. يعني يمكن يسمعك، يمكن يقول لك طب شو أعمل، طب شو أسوي، يمكن يسمعك ويرد وما يطبق. فصار الإنسان عبارة عن عاداته السلبية كثرت. بتشوف الواحد يعني نصح صار بطنه كبير، أو صار راسه وجعه باستمرار، أو يعني بعض الأمور اللي بتتكرر معه في حياته ومصر على نفس الخطأ. فصرنا عبارة عن إنه إحنا يعني منكرر الأمور بدون ما نتأمل، ليش بيصير معنا هيك، ليش ما أنا أراجع نفسي، ليش ما أنا أجلس مع نفسي لحظات من لحظات التأمل، أعيش مع نفسي مع روحي، أشوف نفسي أنا ليش أنا بغلط هيك، أكتب أخطائي اليومية مع نفسي مع أصدقائي، ليش أنا بكرر الأخطاء هاي، ليش أنا مثلا لما أروح على الشغل بروح متأخر باستمرار، ليش أنا لما أصلي الصلاة بصليها متأخر بكون بالصف الأخير، ليش ما أكون أنا بالصف الأول، ليش ما أكون أنا من المتميزين. طب أنا أحاول أول شيء أني أكون ملتزم مع نفسي قبل ما أنه أكون ملتزم مع الآخرين، أجرب أني أحاول أشوف أصدقاء صالحين، أحاول يكون معهم، أشوف عاداتهم، أشوف أخلاقهم، أحاول أنه أبحث عن قدوة في حياتي، أطيع والدي، أتصدق ولو بالقليل. المهم نحاول بأي طريقة من الطرق في الحياة أنه نحاول نغير موضوع البرمجة اللي إحنا عايشين عليها. صرنا ننام ونأكل ونقوم زي الماكينة بدون أي إحساس، بدون أي شعور بالعالم المحيط. يعني في ناس لو تقول له مثلا سوريا الوضع تعبان، الوضع كذا، بقول لك انا ماليش دخل، ما لي دخل في سوريا، ما لي دخل في فلسطين. يعني صارت في ناس ما عندها مشاعر، ما عندها احساس، بتفكر بنفسها، بتفكر بس انه هي كيف تشتري سياره، كيف تعيش. مش غلط الواحد انه يفكر بمستقبله ومستقبل اولاده، بس لازم برضه يحس بالمجتمع اللي حواليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه. فأتمنى من الجميع أن نحاول أن نعيد حساباتنا مع أنفسنا أولا قبل ما نعيدها مع الآخرين. نحاول نكتب نقاط اللي إحنا فيها بنشعر أنه إحنا مقصرين، نحاول نعكسها. أنا مثلا بروح على شغلي متأخر، أحاول أن أكون أول واحد وجرب شو بيصير معي. أنا بنام مثلا متأخر، أنا مجرب بنام بكير وأشوف شو بيصير معي. أنا مثلا ما بهتم في ملابسي، ما بهتم بشكلي، أحاول أهتم وأشوف ردة فعل الآخرين. وجربوا هاي الأمور كلياتها وإن شاء الله راح تستفيدوا جميعا. وأشكركم إن شاء الله، بنرجع لكم فيديو تاني، وشكرا لكم، وأسعد الله يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله.